السلام عليكم ورحمه الله وبركاته متتبعينا الكرام، كنتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده. مباشره من قلب دور الصفيح مدينه تماره، غادي نشوفوا شنو واقع وشنو كاين. شنو واقع اختي؟ خويا انا جيت 2007 راجلي دابا عنده 32 عام ومن الثمانينات هما هنا. خويا قلت لك انا جيت 2007 لقيت راجلي زايد هنايا، يعني ساكن هنا، هو عنده 32 دابا عام، يعني هما من الثمانينات هما هنايا. حتى كل مره جاي لنا نهار الخميس عشان جا هنا قال لنا الافراغ ولا الاعتقال، ما عندنا فين غنمشيو. انا عندي وليداتي كيقراو، عندي بنتي عندها 7 سنين، البارح كتبكي ما بغاتش تمشي ليا المدرسه، قالت لي يا ماما غادي نمشي غايجيو غيعتقلوكم بواحد الحاله، ما غاديش ما عندنا فين غنمشيو، غنخرجوا للزنقه ما عندناش فين غنمشيو، الا خرجنا من غدا غنتشردوا، وليداتي صغار عندي 2 بنيات كي غندير ليهم؟ راجلي مره كيخدم مره كيجلس، حنا الا تغدينا ما كنتعشاوش فين غنمشيو؟ ما عندناش فين غنمشيو، هاد الناس اش بغاو عندنا؟ اش بغاو عندنا؟ كل مره خارعين لكم دايرين لنا الاعتقال، قالوا جاو عندنا نهار الخميس قالوا الا ما خرجتوش غتعتقلوا، غنعتقلوكم. بناتي بجوج صغارات تيبكيو، ما بغاتش تمشي ليا كاع اللي عندها 7 سنين، ما بغاتش تمشي ليا المدرسة، خافت تخلعات، فين غنمشيو؟ ما عندناش، ما بحالناش، أنا راجلي مرة يخدم مرة يجلس، ما عندناش، نهار بالله، كنطلبو من جلالة الملك يشوف من حالنا، هادشي اللي بغينا نشوف عن حالنا، هادشي اللي كنطلبو، عن حقنا، بغينا حقنا. يعني ما عندكمش البديل الا قدر الله خرجتونا؟ ما عندناش اخويا، من غدا الا خرجنا قسما بالله، من غدا الا خرجنا مخير فينا هنا غيمشيو للزنقه. انا عندي بنياتي صغار كي غندير ليهم؟ ما كاينش والو، الشتا والبرد، شنو غنضيع بناتي من المدرسه؟ ما كاينش، ها هي دابا البرد، فين غندي وليداتي؟ ما كاينش فين غنديهم والو. انا كنطلب من الملك سيدنا الله ينصرو يشوف من حالنا، يشوف من حالنا، راه ما عندناش، الصورة غنية عن كل تعليق. نطلب ربي يدير شي تاويد الخير لهاد الناس هادو، والله يدير شي فراج. الى هنا متتبعينا الكرام، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة.